اتأثرت بكورونا شوية في سفر كام حد من اللعيبة، مثلا زي اللعيبة بتاعت ماليزيا. الظروف مثلا هم كانوا مسافرين من وقفوا ترانزيت تقريبا في الدوحة، وما كانش معاهم شهادات معينة بتاع تطعيمات معينة، ما قدروش يسافروا، فأثرت على حوالي 5-6 لعيبة. ده الناس من الاتحاد الدولي عندهم ارتباطات بعد كده بطولات، ما قدروش يجوا عشان لازم تو كوارنتين لما يرجعوا 10 ايام. فشوية دي التأثيرات اللي أنا دايماً عمال أقول بقالي فترة، إنه الدولة بتاعتنا إجراءاتها كلها في كل حاجة من ساعة بداية الجائحة دي، إن يلا نشتغل ونطبق أعلى معايير السلامة، بس نشتغل ما نوقفش. العالم كله في حاجات كتير قوي اتأثرت، إحنا الحمد لله اتحركنا بشكل كويس. يمكن اتأثرنا السنة اللي فاتت، البطولة كانت شهر بعد موضوع جائحة كورونا، فالعالم كله مش عارف يتصرف أو ما عندوش فكرة هنتصرف إزاي في موضوع زي ده. دلوقتي لما بقى في تقاليد معينة وزي نظام الفقاعة أو البابل والسوشيال ديستنسينج وماسكات وكده، الحمد لله برضو هم ادولنا الثقة إن إحنا قدرنا ننفذ بطولة CIB مصر الدولية في الأهرامات في شهر أكتوبر من غير ولا كيس كورونا. فأعتقد ده برضو من الحاجات اللي ساعدت إن إحنا ادولنا الثقة إن إحنا ننظم البطولة. إحنا عاملين لهم أوتيل لوحدهم، مدخل لوحدهم، بيحتكوش بحد على قد ما نقدر، يعني حاولنا نتابع ده. طب وغياب بقى رنيم الوليلي وعلي فرج عن البطوله اثر على المنافسه؟ هي رنيم الوليلي اوريدي كانت اعتزلت ان هي خلفت، فبقى لها فتره. علي فرج هو اللي احنا طبعا كلنا متاثرين بغيابه يعني، بس تتعوض يعني ان شاء الله. طب شايف مين ممكن يكون مفاجاه البطوله؟ النهارده عندنا ماتش جامد قوي، فارس ومصطفى عسل، ده ماتش قوي جدا. عندك بكره طارق مؤمن وبول كول، ماتش جامد يعني. ففي مباريات تقيله يعني. كامي هتلعب، انا مش فاكر هتلعب هانيا او مين، برده ماتشات جامده. مين يكون بطل البطوله؟ لا انا بتمنى التوفيق للجميع.